المعنويات عالية عالية بكل ما تعنيه. عبد الملك الحوثي يصدر تصريحات نارية، لدينا مفاجأة غير متوقعة للعالم بأكمله. قال زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي إن جماعته ستحدث مفاجآت عسكرية وأعمالا غير متوقعة ستذهل العالم بأكمله في عملياتها بالبحر الأحمر. وأضاف في تصريح نشرته وكالة سبأ بنسختها الرسمية أن جماعة الحوثي استهدفت 54 سفينة بالبحر الأحمر منذ بداية العمليات، مشيرا إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر. وقال عبد الملك الحوثي: تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير يفوق التصورات، ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا. مواقفنا واضحة، عملياتنا ستستمر بفاعلية عالية في اتجاه البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب، كلها ساحة واحدة يتحرك فيها بلدنا لإسناد الشعب الفلسطيني في غزة. لا بد من دخول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة. تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير، ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول. ودأب المسلحون الحوثيون على استهداف السفن التجارية الدولية بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر، تضامنهم مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة. ومنذ نوفمبر الماضي شنت جماعة الحوثي عشرات الهجمات بالمسيرات والصواريخ على سفن تجارية تتجه إلى موانئ الكيان الإسرائيلي أو يملكها إسرائيليون. فضلاً وليس أمراً، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.